مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وصلنا لثمانية صبح موتورز. الحقيقة النهاردة نتكلم على الدهانات، الفرق بين الفرن والدوكو. هل في فرق؟ هل أحسن أن أنا أعمل فرن ولا أعمل دوكو عادي؟ هل يعني النتيجة بتفرق ولا لأ؟ إزاي أحافظ على الدهان بتاع عربيتي؟ إيه الحاجات اللي ممكن تبوظها؟ حاجات كتير هنعرفها من زميلنا طبعا وخبير السيارات معتز عاطف. صباح الخير معتز. صباح الفل، ازيك يا أسماء؟ صباح الخير معتز. يعني الحقيقة موضوع الدهانات ده أنت جيت لي في ملعبي، الحاجات اللي بتبوظ دهان العربية. أنا دايما عندي مشكلة، العربية بتاعتي بتكلح. اللون بيروح على طول. بيروح. بس نبدأ من الأول بقى، احنا عايزين نعرف الفرق ما بين الدهان الدوكو والفرن، ايه الفرق أصلا؟ طيب الدهان الدوكو هو دهان زيه زي الفرن بالظبط. فرق ده من ده ان الفرن ما هوش اسمه فرن، عشان في ناس كتير مختلف عليه الأمر. يعني ايه فرن؟ هو مكان مغلق يطلق عليه كابينة، جوه الكابينة دي بيتفتح على العربية درجة حرارة سخنة بعد ما العربية بتترش. بتفتح على العربية درجة حرارة سخنة، فلما بتفتح درجة حرارة سخنة بتنشف البوية أسرع، وبعد كده بيشتغلوا بالبارد وتخرج العربية من جوه. فرق الكابينة من بره، الكابينة فيها فلترز أو فلاتر، الفلاتر دي بتمتص كل الشوائب، فبتخرج العربية ما فيهاش شوائب، بتخرج العربية شدة، البوية شدة كلون كدهان من السخن، وبعد كده بتفتح عليها الساقع، فبتقدري تستخدمي العربيه على طول. لكن البويه هي هي ودرجه اللون هي هي، ولو خرجتي بره. طب ليه درجه اللون هي هي؟ ما انه بيقولوا دايما ان الفرن بيدي بقى درجه اللون مظبوطه الفظيعه، لكن الدوكو لا. مش حقيقي، لان هو الدهان جوه الكابينه هو هو الدهان بره الكابينه. لو احنا استخدمنا اللون هو هو، يعني ما فيش اختلاف في درجه اللون يعني بره من جوه. يعني الماده نفسها واحده. وماده واحده، انت بتروحي عند الراجل بتاع البويه، العربيات كلها بتنزل عليها رقم للبويه، بيبقى موجود في كل عربيه في مكان. فانت بتروحي بتقولي انا عايزه رقم البويه ده، وتديه للراجل، او هو غالبا الراجل اللي بيجيب البويه، رشها في الكابينه او رشها بره الكابينه، البويه هي هي نفس بس الدرجه. الشوائب يعني ما هو فرق الكابينه من بره الشوائب بس. الناس مختلف عليها الامر في ده. الكابينه احسن، الكابينه أو افضل يعني. او ما هو احنا تعودنا انه فرن، وناس كتير مش فاهمه فرن ايه، فرن الكيك ولا فرن اكبر شويه. انا ممكن اقول على فرن الكيك كابينه عادي. هو كابينه بس بيتفتح فيها سخن وسائع. فرق جوده الدهان بيبقى فيه فلاتر. وبالمناسبه احيانا لا لا بتنفش زي احيانا بتبقى الكابينه فيها فلاتر وحشه، فبيطلع الدهان وحش. يعني مش معنى ان انا وديت العربيه الكابينه يعني خلاص انا كده. سؤال، الفرن لازم العربيه كامله ولا ممكن اجزاء؟ اجزاء وبره اجزاء وكل حاجه أجزاء. بتفرق في حسب حاله العربيه، حسب حاله البويه. لو انا راكب عربيه موديل 2021 والدهان بتاعها جديد وعربيه لسه جديده واتخبط رفرف، اقدر ارش رفرف فقط لا غير. لكن لو انا راكب عربيه موديل 2010 وبويتها قديمه، هتطلع نفس الدرجة بس البوية الجديدة بيبقى ليها زهو وبتبقى مختلفة. فلما بتدهني حتة بتحسي ايه ده، العربية بقيتها شكله قديم، عايزة ادهنها كلها. فساعتها بنلجأ الى يا دهان العربية كلها، يا دهان العربية النص التحتاني، يا اما دهان جنب لو هو جنب في خبطة فبنروح واخدين جنب. واحيانا بتاع الدهان بيبقى شاطر فبيروح سارق حتة من الباب مع الرفرف عشان ما يبانش وتبقى لمعتها واحدة ويلمعوا العربية فما تبانش. طب خلينا نروح نشوف تقرير ونشوف آراء الناس في الموضوع ده إيه، وهل فعلا عندهم خلفية إيه الفرق ما بين الفرن والدوكو ولا لا. شوف التقرير. ومميزاته إنه الفرن تكون طالعة تبع السمكري والبوية تبقى نعمة من الفرن، والبودي كله يبقى تبع لون واحد أو العكس أي لون. هو دهان الفرن طبعا بالتجربة بتقول أحسن من الدهان العادي، لأن هو بيطلع اللون على أبوه يعني زي ما أنت استلمتها يعني من التوكيل أو حاجة فهو بيديها. لكن التاني بيبقى شبه يدوي يعني، فالناس ما بتثقش فيه. ومزاد هل الفرن اللي هي الفرن البويه بتبقى ثابته على العربيه وبتديك لون واحد كويس مش وحش. مزاد دهان الفرن انه يعني بتدهن في درجه حراره معينه، وبقى احسن للعربيه في حفظ البويه على العربيه. ميزاته ان بيخلي البويه نفسها بتبقى يعني بتتحمص، في نفس الوقت بتبقى لميع، بيديها طبقه ورنيش مع الفرن يبقى البوهية زاهية. دهان الفرن بيبقى حلو في حاجات، ان العربية بتفضل نص ساعة بتديك بارد، بعد كده نص ساعة بتديك سخن، فبتطلع الدرجة اللي انت عايزها وعلى حسب البوية اللي انت بتختارها.
ودرجتها. لا هي بتطلع، هي ما تزيدش ولا بتنقص، هي الدرجة هي الفرن بتطلع هي طبعا. درجة اللون لو انت جبتها على اللي موجودة بتطلع هي اه صح؟ لا بتطلع هي بس دي بتبقى ليها مواصفات، ان انا بروح عند الروبياجي باخد جزء من لون العربية الاصلي وبجيب الرقم عليه، رقم البويه. بتتدرب عند الراجل بتاع البويه بيطلع لنا نفس، بناخد بنقشر حته متقشره بيجيب لنا نفس الدرجه بتاعتها بالظبط. تدهن جزء وجزء ديت ممكن، بس انا بروح اجيب نفس الدرجه على اساس ان العربيه ما تبقاش مبقعه، تبقى حته فاتحه حته غامقه، فانا بجيب نفس الدرجه بتاعتها. ممكن تدهن جزء من العربيه واسفل او امامي. ما احنا لو دهنا جزء هيختلف عن بيت العربيه، هو ده بس اللي فيه راي يعني بيطلع اللي انت دهنته بيطلع بجوده اكتر من العربيه نفسها بس كده. ما ينفعش ادهن جزء من العربيه عشان بتبقى مبقعه. ينفع ان انا ادهن جزء من العربيه سواء باب او رفرف او شنطه او كبوت. في حادثه، في خبطه، في اي حاجه بنجيب نفس الدرجة بتاعت اللون، بيرش لي الباب أو الرفرف أو الكلام ده كله بيرجي نفس الدرجة بتاعته. العربية بتطلع نفس اللون طول ما أنا جايب الدرجة بتاعتها، على حسب الدرجة بتاعتها فأنا بجيب وأرش الحتة اللي أنا عايز أرشها بس. طبعا اجابات مختلفه في التقرير، الغالب منها يا معتز بيميل للدهان اكتر، هذا للفرن بيميل ليه المعتقد السائد بانه الفرن افضل من الدوك. هو معتقد سائد خطا. الدهان درجه اللون ما بتختلفش الفرن عن بره، هي دي بس الجزئيه اللي لازم الناس كلها تبقى مقتنعه بيها. هو انا بجيب في حد في التقرير قال باخد جزء من العربيه، اكيد هو ما خدش باله بس غطى التانك، ما بتاخدش مثلا ايه، في ناس بتروح بالعربيه كلها او بياخد جزء مثلا زي غطى التانك وبيروح عند بتاع البويه، احيانا بيبقى محتاج يدرب اللون عشان يجيب نفس الدرجه بالظبط. اما في البويه دي بص هي بيبقى في درجه بس اما بتبقى العربيه جديده بتبقى البويه بتلمع وزهوها حلو، فانت بتروحي زي ما قلت، عشان كده عربيات الجيران ما فيهاش مشكله. هي دي الكابينه، هو ده الفرن، المصطلح المصري الأكبر الفرن، هو مكان مغلق فيه فلاتر وفيه سخن وفيه بارد بيتفتح على العربية. يعني أنا أول مرة أعرف يعني هو جوه الفرن كمان بيتعمل يدوي؟ هو بيعمل، أنا فاكرة أن هو العربية بتدخل فتبقى زي بتاعة الغسيل كده. لا لا الكلام ده بيحصل في خطوط، كل النواحي. لا الكلام ده بيحصل في خطوط إنتاج العربيات، لما بتبقى العربية لسه شاسيه فاضي وبتنزل وتطلع مدهونة كلها على بعضها. ده تكنيك تاني، لكن هو الراجل هو بيرش جوه يعني المكان المغلق، كان بس ان هو قاعد في صندوق، المكان قاعد في مكان مغلق فيه فلاتر ويتفتح عليها سخن وبارد. لو بره مش هيبقى فيه فلاتر ومش هيبقى فيه سخن وبارد، هتتسبب لعوامل الجو. لا على فكره ان هو مش فرن، لان في بني ادمين جوه. انا أيوة. وانت كنا فاهمين الموضوع غلط. لا هو مش فرن. اكيد مش مدخلين بني ادم جوه فرن. هو مش فرن لدرجه ان البني ادم هيتشوي. لا احنا كنا فاكرين انا وايه ان هو فرن. لا 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 هو مش فرن، هو عشان كده انا حطيت الصوره. لا مش فرن الكيك، كان الراجل كان هيتخيل فرن 90 درجه وشغال عالي. فدرجه البويه هي بتبقى، هو ده بيستخدم مثلا اللتر البويه اللي جابه. لو جاب اللون غلط هيرشها جوه الكابينه غلط، لو اللون بره صح بس يظل افضل من بره عشان الشوائب. الشوائب وعشان العربيه تشد، خصوصا في الشتاء كمان اما بيبقى حد عايز يرش العربيه بتبقى افضل ان هي تبقى في الكابينه عشان تخرج البويه شده، لو حد سند عليها ما تبصمش ولا تعلي عشان لو الدنيا مطرت فجاه. يعني عاده في الشتاء شغل الدهانات بيبقى ضعيف قوي وبيقل، لان فكره المطره بتعمل لهم عوائق هم بيشتغلوا، سواء هم بيجهزوا العربيه او بيدهنوا العربيه. بس الفرن ما بيفرقش. في الفرن ما بيفرقش، بس برضه ما بيبقاش عايز يطلع بيها بره يحطها يلاقي المايه نازله عليه. يعني فساعتها بتبقى الدنيا مطره جامده وبتشتي مطره، بيقولوا لا بيأجلوه لغايه ما يبقى الجو على الاقل ما فيهوش مطر. بس طيب. في ناس كتير قولي اتفضلي. في حاجات بقى بتبوظ بعد ما تدهن، يعني بتدهن حافظ على البويه ازاي؟ بتبقى مبسوط بيها كده بقى. وفي حاجات غير ان هي بتكلح من الشمس دي. كلحت عربيتك من ايه؟ من الشمس، من ركنه، من ركنه في الشمس. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا ان الناس ما بتاخدش بالها منها، فكره ركنه العربيه في الشمس بتكلح البويه. طيب نعمل ده ايه ازاي؟ نحاول قدر ما نستطيع نركنها في ظله، مش تحت شجرة. لا قلت لي سؤال. مش تحت شجرة. الشجر فيه مشاكل ان الفضلات العصافير بتعلم في البويه. احنا عندنا يعني شقين عشان احافظ على بويه عربيتي، في حاجات بتبوظ البويه. انا عشان احافظ على العربيه اركنها في الضله، ما اغسلش العربيه وهي سخنه.
وهي بويه سخنه، مش صح ان البويه تتغسل، العربيه تتغسل. ده في ناس بتفتكر ان هي مدبردها كل شويه كده، دي حاجه لطيفه. ده غلط جدا، ده مش صح، مش المفروض العربيه تتغسل وهي سخنه مولعه. دايما يفضل غسيل، تبقى العربيه هاديه، بويه العربيه هاديه. انت اصلا لو جيتي حطيتي ميه على العربيه وهي سخنه فوتها كده هتلاقي الميه بتتبخر. وهي سخنه انت لسه كنت مدورها وراكن، ولا سخنه من الشمس بره؟ بصي في الحر العنيف بتلاقي كل حته في العربيه سخنه، ما ينفعش تروحي مدخلاها حط عليها ميه. لا ممكن ابقى راكنه عربيتي عادي بقى لها كذا ساعه مش دايره، مفيش مشكله، بس الشمس مخليها سخنه. لو سخنه قوي برضو مش صح، لكن يفضل تبقى العربيه دايما بتغسل في اوقات، يا اما الصبح قبل ما تخرج، يا اما بالليل، يا اما تبقى مركونه وقصاج العربيه او بويه العربيه قبل ما تنزل وقبل ما تنام. قبل ما تنزل وقبل ما تنام. فدي حاجه من الحاجات المهمه قوي لازم ننتبه لها. كمان فكرة الفوطة الزفرة الرهيبة دي أهم حاجة في كل مكان، دي أهم حاجة في كل جراج عشان بيحاولوا يسهلوا الموضوع ويأثروا على نفسهم السكة وما يجهدش نفسه. لكن في الحقيقة دي فوطة غير مسموح باستخدامها، ناس كتير قوي بتحبها. بالعكس بلاقي ناس يقولوا خدي عربية فوطة زفرة بسرعة لأن هي بتلمع، هو مش واخد باله أنه هو بيجرح البويه بتاعت العربيه، لان هي الفوطه الزفره بتبقى اول مره فوطه عليها شويه جاز. بعد اول مره ما بتشيلوا التراب بتبقى فوطه زفره عليها الجاز ومعاها تراب عامله زي الصنفره الناعمه اللي بنصنفر بيها العربيه. فمع الوقت هيبص يلاقي باترنز كده او علامات جوه البويه، خصوصا في الالوان الغامقه. لكن في الجراشات للاسف بيستسهلوا الموضوع ده جدا، لان هو بيمسحها في خمس دقائق ويروح غاسل اربع عجلات، خلاص كده عربيتي جاهزه، واوفر له واسرع له. طب الناس ومجهول. بقى اللي بتذبح وتخمس خمسي وبخري، دي حاجه رهيبه. فكره الدم على العربيه، يعني كان زمان بيحطوها على العربيه خمسات كده، وبعد كده اكتشفوا انه بيبوظ البويه زي بالظبط الفضلات بتاعه العصافير، فابتدوا يحطوها على الجنوط. ولكن هي في الاخر، هو انا لو بذبح بذبح لله، فالموضوع ملوش علاقه. لكن احنا عايزين نوصل معلومه ده بيبوظ، معتقدات خاطئه بتبوظ البويه بتاعه العربيه، زيها زي الفضلات، زيها زي القهوه، زيها زي الصودا، الحاجات. طب الصودا مفهوم، لكن القهوه ليه؟ يعني هي القهوه بتصفر يعني اللون، لو ثابت بتسيب اثر، اما تيجي تشيليها. ما هو مشكله في الحاجات دي ايه؟ زي على الهدوم كده يعني، بتنزلها وما تطلعش بقى. لو الحاجه اتلحقت، بس لو الحاجه اتلحقت ما بتاثرش على الورنيش بتاع البويه، لكن لو ما اتلحقتش خلاص، لو نشفت عليها كده ما تتلحق، كده ما اتلحقتش بتسيب اثر يعني. بتتلحق بس بتسيب اثر. الفضلات العصافير، حشرات ايه بقى؟ الحشرات انت وانت ماشيه على طرق، طول ما انت ماشيه انت بتسوقي على طرق وبتجري، تلاقي كده الهاموش، الحاجات اللي هي دبانه خبطت في الازاز، كل الحاجات دي اللي بيجروا قوي هيحسوها، هيلاقوها على الازاز، هيلاقوها على الاكسدام، هتلاقيها في وش العربيه كله. كل الحاجات دي بتعمل مشاكل وما بتطلعش بسهوله. على الازاز حتى في مواد، يعني ما تطلعش يا ماما، بتسيب اثر. الهاموش هيخبط في العربيه ويمشي، يعني لا يسيب اثر. هو بيخبط وبيموت وبيلزق بس لما بتيجي تشيليه. طب لما هتتغسل هتطلع؟ ما ده السؤال. في جزء منها بيحرق البويه برضو، بيبقى يعني المواد اللي بتصدر من الحاجات اللي بتتحلل على بويه العربيه على طول بتسيب اثر، وبتبقى مشكله، وبتضطري في الاخر انك تلجئي انك دي كل حاجه بتبوظ بويه العربيه. امال ايه؟ ما هو عشان كده دايما بنقول انتبهوا الحاجات دي ما تحصل. يعني طول ما انا ماشي ما بجريش، اما انت وانت ماشيه على طرق بالمناسبه بتحسي ان المكان ده فيه حشرات او فيها هاموش كتير، تهدي شويه. او لو انت ماشي على طريق سريع برضو الصحراوي بيبقى فيه الرمل صغير، الرمل ده بينقر البويه. انا بتفادى، انا لسه امبارح نقل رحت مهدي خالص، اتفضل سبته خالص هو عدى، يا اما انا اعديه واتخطاه بسرعه لان هو برضو بيعمل نقر في البويه. طب احافظ ازاي انا بقى على البويه؟ بصي في بس نقطة مهمة، زيت الباكم كتير مننا ما بياخدش باله، ما بيروح يزود زيت باكم. زيت الفرامل لازم بعد زيت الفرامل لو نزل على بوية العربية لازم يتحط على طول مية عشان ينزل زيت الفرامل، لأن هو بياكل في البوية. البنزين، وانت بتحطي بنزين لو الراجل خرج منه شويه بنزين على الفايز، من الفايز او لازم تخليه يعمل لك البويه. كلنا بنعملهاش، ما هو ما بتاخديش بالك وبعد شويه تلاقي كده حته مصفره في البويه مكان البنزين. دي حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم ننتبه لها. حافظي على العربيه بقى على البويه، تركنيها في الضله. معجون الحلاقه بتقول؟ معجون الحلاقه طبعا بيبوظ بقى. معجون الحلاقه على بوية العربيه؟ لا خلي بالك. طب ما هو في كمان الصمغ اللي بيبقى في شجر، بعض الشجر كده، لان في فيديوهات بتنزل ان انت عشان تخلي ازاز العربيه بيلمع قوي اعمله بمعجون حلاقه. وفي حاجات كتير انت ممكن ما تتوقعيهاش بتاكل في البويه، فاحنا ما بنقولش ان هينزل واحد يحط معجون حلاقه على العربيه، بس هو بس ده من الحاجات. والصمغ اللي بيبقى موجود في الشجر برضو بيبوظ البويه بتاعت العربيه. عشان كده دايما بنقول اي حاجه تحس ان هي غير طبيعيه على العربيه بفوطه مبلوله كده
امسحها. طيب طبقات الحمايه في ناس بتقول لك ان هي بتبوظ البويه. لا ما بتبوظش البويه، هي بتحمي البويه، بس لما بتبقى جودتها سيئه بتبوظ البويه وبتنهي العربيه. يعني الناس اللي بتروح تدور على اسعار رخيصه في طبقات الحمايه والحاجات دي وبتحطها على عربيات جديده، بعد شويه بتصفر، يجوا يشيلوها من على العربيه تبوظ البويه. فاحنا دايما بنقول الغالي ثمنه فيه. الحاجه اللي تجيبها تبقى جايبها من مكان موثوق فيه، مصدر كويس، امين. طيب. وتبقى ليها ضمان. طيب ما هي متركبه، بيقولوا ان هي مفيش مشكله، لكن المشكله ان انت لو اتخبطت او كده فبتحتاج ان انت تشيل الحته دي. لو عربيه بويت فابريكا ما بتقابليش المشاكل دي خالص. لو العربيه مش بويت فابريكا احيانا كتير بتروح شايله طبقه من الورنيش او بتروح شايله طبقه من البويه. اتكلم بقى عن بويت الفابريكا دي بس المره الجايه، عشان دايما بنسمع معتقداتنا الخاطئه. لو بالظبط لو مش بويت فابريكا سعر العربيه ينزل بصي هي هو معتقد خاطئ ولكن للاسف سائد في مصر. خلاص يبقى نتكلم عنه المره الجايه لانه احنا وقتنا خالص. احنا بنشكرك شكرا جزيلا معتز عاطف خبير السيارات.